يو واتساب على شانس مسكنو كامل لاباس نكون مع فيديو جديد. المهم خوتي في هذا الفيديو يكون عاود تشالنج فود مع عصام. سلام وعلي. نعمل اليوم ما شاء الله يا ربي تشالنج ديال البيتزا. بيتزا مارغريتا ما يجي معنا دابا عاد. خفيف نعمل هذا الفيديو شحال ما عملنا لكم فيديو. كيسكن البطاطس ديالي و فهمتي باش ما نحتغيبنا عليكم بزاف وان شاء الله نصوروا سكتش ديال عيد الحب تعطونا شويش. المهم ان شاء الله يا ربي نصوروا ويكون داكشي مزيان وان شاء الله يا ربي ما يسمى يقول لكم شي كلمه سعيده. ما عيشي محمد ان شاء الله فهمت بالحق اليوم قال لك يتعدى اليوم ان شاء الله ناخذ لكم مره ما نفس مالح على حسابي ترد الدفع. المهم الله خليكم مع الفيديو العز. المهم اخوتي نبداو الفيديو ديالنا كما كتشوفوا هما عندنا بيتزا داكشي تيس فيتيس. المهم كنظن بلا ما نتعطلو عليكم نبداو الفيديو ديالنا. ياك صباح بسم الله. انا بعاد اوجه سير لاي بلا كم لاي بلا كم تشوفوا حما انا اصلا مش بالزاطه شخصي كيكذب براه اصلا انا مش بالزاطه أبا فينا فينا ولح مفلح صديق اللعبة اللي كابتو بها المفقد لا بيا مرحلة حسن كل مشي حال تعديد على الله 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 ايه اولا كيف ليش الخمسة دقائق كنت اضمتها كان حسنا
واحد دقيقة تورية واحد دقيقة تورية واحد دقيقة المهم اخوتي كنا هذا الفيديو ديال اليوم من غادي تشوفوا معايا وتغلبني في فرق ديال شي 15 ثانية هذا تكون 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 الله إلا عرفتي المتابعة هذاك نحس بها تنفخ لي عرفتي شنقول لك نقص المهم دابا خصنا عاود شي حقيقة بكندون كندون خصنا شي حقيقة بكندون المهم رجع لكم رجع رجع لكم ملايقة المهم اخويا كيما خلينا لكم البارح خصنا واحد العقاب العقاب اللي طاح فيه انا حيت انا اللي خصصت البارح العقاب بالتغيير ديالنا وضغطت واحد البوستني من فيسبوك قلت بلي خصني واحد العقاب واخترت واحد هو ان نخلط نسكافي مع ريبي ونخليكم مع العقاب ديالنا المهم اخوتي كما كتشوفوا دابا جبنا واحد الكاس اللي نحتاجو نسكافي بالمغرفة وريبي جميعا المهم عصام الله يعدلنا هاد اللعيبات هادي وحنايا ان شاء الله نضربوهم بو ديما كنت عندك هادي عادلنا نقول الصح خلطو كما كتشوفوا وجدنا عصام هاد اللعيبات هادو هاي كما كتشوفوا صراحه كندير نعمل مع شي حاجه اقسم بالله المهم نخليكم مع المهم اخوتي كما كتشوفوا العقاب ديالنا ها هو دابا غنشربو غنقيسو بعدا كنت طحال بقالي مرة صحيح فوه فيه كافي غالة بزاري اللي كتسمع اللي كاينة نسكافي كيرا كتظن بلي ما يعني مالا ماشي ماشي مغرب بزاري الحقوق صراحة مرة نسكافي بسم الله ونحاول نشربها اشو دي اشو دي حيت دايما ما كان العقاب كنبقى نتلوها فيه وكذا هاد المرة عشرو كامل بلا ما نوقف هاي جوج كذا بنتي بنتي شو عايز تفوري الفيديو اللي فين صوفي ديانا شو اسم قيلولة كان اسمع صفوري شيد شيد المهم اخواتي كما كتشوفوا فيديو نتمنى يكون عجبكم نتمنى تكونوا ضحكتوا شويش الا كنتوا باغيين عاوتاني فيديو بحال هذا خلوا لي كومونتير خلوا لي شي كومونتير تحفيزي باش نقدر نعمل شي حاجه تاعو اكثر حنا بامكان ديالنا نعمل شي حاجه يعني الحماق والهبال بالحق المدرسه وكذا بالحق لازم لنا سيبورت يعني بزاف و المهم كاين بزاف ديال لي فيو كومونتير لايك يعني ان شاء الله نعملوهم المهم اخوتي هادشي اللي كاين في الفيديو اخوتي ما تنساوش لايك وسبسكرايب وكومنتس نتلاقاو في فيديو ماشي بيس عايشة لابي ديرا كابي يبرح بالصافي سوق وافي طون 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 وبوس نو 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 راهي تصولدي الفيس والبودي شطفن غودي طايحة في اودي وعندها لاشو